أعزائي طلبة الطلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جميل جدا إن شاء الله. قبل ما أبدأ الفيديو، طبعا أنتم عارفين بحبكم جدا وبخاف عليكم وبهتم بكم جدا، طمنوني عاملين إيه؟ إيه أخبار النوم بدري والصحيان بدري؟ إيه أخبار حل الامتحانات الشاملة؟ إيه أخبار طريقة حل الامتحانات الشاملة؟ إحنا قلنا نقف على أخطائنا ونحل الامتحان على شكل لجنة، دي الحاجات اللي اتفقنا عليها. خلاص يا شباب، ندخل بقى في الفيديو الرئيسي بتاعنا، ازاي تحل سؤال الترجمة الاختياري في 3 دقايق فقط. اول دقيقة بكل بساطة هما 3 دقايق، وهخليك ان شاء الله تفرتك سؤال الترجمة ده. اول دقيقة تقرأ السؤال نفسه، سواء السؤال اللغة العربية والاختيارات بتاعتها الانجليش، او الانجليش واختياراتها العربي. يبقى أول دقيقة تقرأ السؤال بدقة عالية جدا، دي أول دقيقة. تاني دقيقة يا حبيب قلبي تقرأ الاختيارات الأربعة، تقرأ الاختيارات الأربعة، وأنت بتقرأ الاختيارات الأربعة ابدأ دقق. A مختلفة عن B في A، ألف مختلفة عن ب في A، تبدأ تحدد الاختلافات اللي في الأربع جمل سواء إنجليش أو عربي. خلاص حبايبي، يبقى رقم واحد هنقرأ السؤال بدقة، اتنين حدد الاختلافات في الأربع جمل، تلاتة ودي آخر نقطة ابدأ الاختلافات دي دقق فيها، ايه اللي خلى الكلمة دي مختلفة عن دي عن دي. لو دققت فيها هتلاقي نفسك عرفت ان هي منهم الصح، بس كده. والكلام ده هيبقى بناء انك انت تكون مذاكر سؤال الترجمة كويس جدا من اي مصدر عندك او من مذكراتنا، وبناء على اتعلمنا ازاي نترجم وكان معانا مذكرة القاموس اللي حفظناها وراجعناها. حبايبي الحلوين بالتوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.